السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة المراكشية. اليوم غنحضروا واحد طبق جد مميز تقليدي مشهور في مراكش، وهي التردة. كتحضر بواحد الشكل جد خاص وكتجي لذيذة بزاف، والطريقة رائعة، واحد المذاق ما تشبعوش منه. اللي ما عمرها جربتها تجربها، كتجي ممتازة. تخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. ما تنسوناش اضغطوا على الزر الاحمر ابوني وديروا جيم ونخرطوا في القناه التالي يوصلكم كل الوصفات الجديده. بسم الله، الان نبداو في تحضير الترده. بالنسبه لهذه الترده، الناس اللي كيعرفوها الناس اللي ما كيعرفوها، راه معروفه في مراكش كنحضروها بواحد المكون اساسي غنوريكم من بعد. بالنسبه لهذه الترده، الناس مرات كيحطوا لها نهار الحمام، كنوجدوها اولا نحطوها كطيب، ومن بعد حتى نجيو من الحمام كنلقاوها موجوده. والمكون الاساس ديالها كنحضروها في الاغلبيه الاوقات بالقديد. والان انا ما توفرش عندي القديد، ولكن غنوريكم بديل ديال هذا القديد. عندي يعني هنايا قطع ديال اللحم، هما على هذا الشكل تقريبا ربعه، نص معلقه صغيره ديال الكمون البلدي، من الافضل يكون البلدي، نص معلقه ديال القزبر يابس مدقوق، ها هو القزبر يابس على هذا الشكل. انا هنا كنختار جوج الفص تاع الثوم، قليل من الملح، قليل من الزيت. بسم الله، كناخذوا تقريبا نص معلقه الملح، لان انا باقي غادي نطيبوا هذا اللحم، ما كنكتوش الملح. السميقه ديال الملح، بسم الله، كنديروا تقريبا معلقه كبيره ديال الزيت، كنديروا نص معلقه صغيره ديال القزبر يابس، نص معلقه صغيره ديال الكمون، الثوم بعد ما بشرناها جوج حتى ثلاثه تريسات ديال الثوم، الثوم راه مزيانه. كنمزجو هاد المكونات على هاد الشكل، من بعد تنمزجو كنقطو هاد القطع تاع اللحم شويه هادي باش كيجينا لذيذ. بالنسبة لهاد التردة باش تجينا لذيذة بنينة، لي متوفرش عند القديد كيدير هاد الطريقة، ولي مبغا يدير التردة بلا لحم ميديرهاش، بلا قديد تايرا كتجي بنينة. هي واحد السيده، واحد المشتركه، طلبتنا على هذه الترده، الله يفكها على خير، كتوحم بغات هذه الترده وما عنديش القديد، حاول ندير البديل ديال القديد بهذه الطريقه. ومن بعد كنمزجو هذه المكونات مزيان على هذا الشكل، حتى نمزجو تنطلقوها في الثلاجه نهار واحد ليله كامله، تيشربنا هذا القوام كيجينا بنين ولذيذ، كيجي بديل تاع القديد. بسم الله، بالنسبه للمقادير ديال الترده، بالنسبه للحم، ها هي عندنا سبق لينا رقدناها، كناخذها من الافضل كناخذها كنرقدها في الليل وتنطلقها في الثلاجه حتى تشرب لنا القوام ديالها مزيان، تصبح على هذا الشكل. حبه طماطم، فلفل واحده، يمكن لينا نقرطوها ناخذها نطحنوها حسب الذوق، واحد شويه القزبر ومعدنوس ربطوا على هذا الشكل، بصله واحده، معلقه كبيره تاع الطماطم المصبره، زليفه ديال العدس تقريبا 80 غرام حسب الاشخاص اللي عندكم في البيت. هنا نص معلقه صغيره ديال السكنجبير، معلقه صغيره زليفه صغيره ديال الفول تقريبا 80 غرام كذلك، الملح حسب الذوق، معلقه صغيره ديال الفلفل الاحمر تحميره، نص معلقه ديال الابزار، نص معلقه ديال الخرفوم، هنا معلقه كبيره ديال الحلبه، نص معلقه صغيره ديال حب الرشد. بالنسبه للحلبه والحب الرشد، النساء الحوامل ما يستعملوهمش لان غير صالح بالنسبه للحوامل. انا هنا تقريبا الزيت، بسم الله، كناخذ هذا اللحم اللي سبقنا رقدناها هي على هذا الشكل، كنديروا واحد شويه ديال الزيت باش تقلى لنا هذا اللحم مزيان، كنقليوها في الزيت باش كتجينا بنينه ولذيذه، وتتاخذ اللذه تقريبا ديال القديد، كنبقاو تنقليوها مزيان، كنقصو عليها النار كنقليوها. بسم الله، بعد ما تقلات اللحم مزيان، الان هانتوما كتلاحظو كنقليوها مزيان تتولي مقليه مزيان محمره. بالنسبه لي عندها القديد متوفر عندها القديد، كتاخد كتغسلو من الملوحيه بعد الشيء، كدير معاه شويه الزيت وكتحمرو كذلك مع شويه البصله، كتحمرش بوحدو، عاد من بعد كدير الطماطم مطيشه وكدير العطريه وكتسد عليه التطيطيب، والماء كتسد عليه التطيطيب داك القديد.
الان غنصب البصله ونتركها حتى تتقلى لينا كذلك مزيان باش كتعطينا واحد النكهه واحد البنه مزيان. بسم الله. بعد ما تقلات البصل كنضيفو الطماطم بعد ما قطعنا قطع صغيره وكنتركوها كذلك حتى تتقلى لينا مزيان. بسم الله. بعد ما تقلات الطماطم الان كنصبو واحد ثلاثه من الجانب نتاع الماء وتنتركوها حتى تتغلى عاد من بعد تنديرو العطيه. بسم الله. بعد ما غلى المزيج تنديرو العطيه تحميرها هناك الإبزار ملعقة صغيرة هنا الخرقوم سكنجبير ملعقة صغيرة عندنا طماطم طماطم وشطاره كنمزجو هاد المكونات على هاد الشكل من بعد كنديرو العدس بعد ما غسلناه ونقيناه كنديرو الفول كذلك بعد ما غسلناه الملح راه ما كنديروش لان حتى تندوقوا الطنجره تنديروا الملح وكنضيفوا الملح الا خصنا. انا هنايا بالنسبه للحلبه وحبه الرشاد حب الرشاد بالنسبه للنساء الحوامل ما يديروهمش كيتفاداوه. وكنمزجوا هاد المكونات على هذا الشكل وكيغلى واحد ثلاثة دقائق وكنضيف لهم الماء فاش غيطيب هاد المكون وكنسدو عليه الكوكوط. انا هنايا كنضر من الملح في الحار اما كنديروها في الاول باش تلقنا ديك البنه اما تنخر غنديرها تطلق واحد شويه وصافي. بعد ما غلى المزيج مزيان كنضيفو الماء الكافي باش يرطب لينا. كنضيف تقريبا هنا اتلت الماء حتى يطيب لينا هذا الا خصنا الماء كنزيدوه باش نسقيو هذاك الخبز اللي عندنا. بسم الله. كنزيدو عليه الكوكوط طوطوط حتى يطيب. بسم الله. كيف ما تتلاحظوا بان المكون اللي كنحضروا به هذه الترده هو الخبز اليابس. هذا الخبز اليابس بالنسبه لي اللي كيبقى ليا كنقطع قطع صغيره وكنلبسو كيش بحال هذا الشكل حتى تنحضر به نهار الحد كنحضر به الترده نهار الحد ديال الحمام ولا واحد القطع اللي كيشط لي كيبقى ليا كنديروا الطيور. هذا الطيور بالنسبه للناس بزاف كيقولوا كنحبسهم راه ما كنحبسهم كنقدهم كنطعمهم الطيور كنفزق لهم هذا الخبز داكشي اش كيجيو عندي وكيغنيو ليا في الفيديوهات ديالي. بسم الله. الان كناخذوا هذا الخبز اليابس كنديروه في الكسكاس كيفور لينا باش هذا الخبز ما كيشربناش ديك المراق بزاف ديال الكوكوط ما كيجيناش بنين. هذه الطريقه اللي كيجي بها الخبز كيجي بها بنين مني. الان غنديروا الخبز اليابس في الكسكاس كيفما بقى لي لكم راه ما كنضيعش انا الخبز نهائيا. كنديرو اما كنديرو على هاد الشكل الترده اما كناخد واحد القطعه كيف ما كيقولوا الاخوات بزاف بان كيسمعوا لي الطيور وهاد الطيور كنسجنهم وما كنسجنهم هاد الطيور كنطعمهم كنفزق لهم شويه الخبز وكنحط لهم شويه الخبز وتياكلوه. هذا هو السر نتاع الطيور نتاع التغريده ديال الطيور. الان غادي ناخد هاد الخبز ونديروه حتى لاخر لحظه حتى تطيب لنا المرق عاد ديك الساعه كنديروه اخر لحظه وكنديروه الفول ومن بعد عاد تنصبوه في الصحن اللي بغينا اما انا كنقدمو اكثريه كنقدمو في الطاجين. بسم الله. بعد ما طاب هذا المرق هانتوما كي كتلاحظوا هذا المرق كنلاحظوا الا خصو شي شويه الماء كنزيدو فيه الماء. بالنسبه ليا هذا المرق راه هو هذاك هو غادي نسكي به الخبز وراه مالح راه ذقتو لقيتو ناقص شويه كنزيد فيه شويه الملحه راه كيجي بنين ولذيذ وراه صحي فيه الحلبه فيه حب رشاد وهاد المكونات راه اساسيين راه فيهم فوائد كثيره وكتجي بالنسبه للترده راه كتجي واحد المده رائعه. الان غادي نردو القدره ديال الماء باش يطيب لينا ونفورو الخبز. بسم الله. بعد ما غلى الماء اللي في القدره واحد النقطه مهمه بان كنديروا واحد قطعه ديال الحامض باش ما يغلى باش ما تكح علينا القدره كنوضعوا فيها هذا الكسكس وتنتركوا حتى يفور لينا ومن بعد كنغطيو عليه وتنتركوا حتى يفور. بسم الله. الان
خبزها وتفور بعد ما صبح لنا. طب الشكل ديالو هو سخون، انا كنطفي عليه النار ونمرو باش نسقيه. تقريبا كيستغرق لينا 10 دقائق. بسم الله. كناخذوا الان الطاجين بهذا الشكل، واللي بيقدموا في شي اناء اخر يقدموا. بالنسبه لي كنقدموا في الطاجين لان باقي كنردوه فوق البوطه، تيبقى واحد شي شويه. كناخذ الخبز، عندنا كلشي موجود. المرق كناخذ واحد شويه ديال المرق من التحت باش الا رديته على النار ما كيتحرقش لنا هذا الخبز. هانتوما على هذا الشكل، لان هذه الطريقه باش كنسقيو الخبز كيجي بسم الله. بعد ما وضعنا الخبز كنبقاو كنسقيو هذا الخبز، كتجي كيجي رائحه تاع المرق، كتجي رائعه. كنسقيو بعدا من الجناب بالاول مزيان، كنبقاو نسقيو في هذا الشكل. بعد ما سقينا بالمرق الان كناخذوا العدس، هاد المكونات كنحاولوا نحيدوا هذا الطين. كتجي واحد اللذه بنينه 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 تبارك الله، راه طاب الفول والعدس مزيان. باش ما طابو مزيان كيعطي واحد اللذه بنينه. الان كنوضعو اما هاد القطع، هاد القطع تاع اللحم كيجيو بنان ولذات. واللي مبغاش يدير اللحم ويدير ليه التردة، التردة بوحدها يمكن ليه يديرها، يديرها بالعدس والفول تا هو راه كتجي بنينه. الان بعد ما سقينا التردة كنوضعها على النار تقريبا شي 5 دقائق حتى تشرب لينا مزيان داك الخبز، يشرب لنا اللذة ديال هاد المرق. بسم الله. بسم الله. بعد ما تركنا الطاجين، تركنا هاد التردة على النار مدة تقريبا 5 دقائق حتى تكون النار مهيلة حتى تيتشرب لنا داك الخبز مزيان، الان غنطفي عليه النار وكنقدمه. الشكل النهائي ديال التردة، هاد الأكلة التقليدية المغربية، كتجي في هذا الشكل، كتجي لذيذة وبنينة. كنتمنى تعجبكم وغادي تعجبكم، جربوها وبارطاجيوها مع الأصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.